سادتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا، من لعبة جميلة تسديدة أجمل. لمسة بينية، يمر يلعب كرة بينية أمام كريستيانو رونالدو. تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي كريستيانو رونالدو. كرة بعيدة عن المرمى، ناني، وأجمل بينية، مواجهتها بشكل جيد في طريقة إلى المرمى. هذه كرة، يلعب كرة طويلة، يسعون لاستغلال المساحة الخالية، يستعيدها سكولز. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، فريقة تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، يفقد توازن، وصلت إليه، تمرير يلعبها ببراعة، كرة في الشباك، خذها مني ببساطة. هذه كرة لا تصد ولا ترد، عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا، يحتسب الحكم ركلة حرة. يا له من تصدي مذهل، هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل من أجل العودة. شوط ثاني يبدأ الآن، كرة رأسية خطيرة، روي كين، يمر يلعب كرة بينية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. سكولز، روي كين على تنفيذ الخطأ، تألق غير عادي، انتهت المباراة. دفاع قدم مباراة كبيرة جدا، أخطأ مرة واحدة وللأسف أن الخطأ تسبب في كارثة. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصاب.